Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to learn a new grammar from page 43, student book. Please open your student book at page 43. اليوم يا تاني inshallah, رح نتعلم قاعدة جديدة موجودة معانا من صفحة 43 لكتاب الملون. الكل يفتح كتابه على صفحة 43 يا حبايبي يا تاني. اليوم قاعدتنا طبعا في الحصة السابقة أخذنا يا حبايبي عن اللايكس بمعنى يحب أو يفضل، حكينا بنستخدمها للمفرد يعني لما يكون عندنا الفاعل مفرد زي الهي والشي والإت، أو لما يكون اسم مفرد زي أحمد وعلي وسلمى وإيمان وأروى إلى آخره. الشغل الثاني اللي أخذناها بالحصة اللي فاتت كمان doesn't like، اللي هي بمعنى لا يحب أو لا يفضل، يعني بكره هذا الإشي. تمام يا تاني؟ حكينا برضو بنستخدمها مع المفرد مع الهي والشي والإت والأسماء المفردة. اليوم قاعدتنا يا حبايبي يا تاني عن it does like، اللي هي حالة السؤال، حالة الكويشن. does like بمعنى هل تحب، هل تحب أو هل تفضل، يعني أنت بتحب هذا الإشي أو أنت بتفضل هذا الإشي. إذا عندنا does like بمعنى هل تحب أو هل تفضل للمفرد. برضو هذا السؤال does like إحنا بنستخدمها يا حبايبي للمفرد. إذا نقوم باستخدامها مع الفاعل المفرد، يعني لما يكون عندنا الفاعل مفرد when the subject is singular، لما يفعل يكون مفرد زي كيف شكل الجملة بيكون عنا. أول إشي does اللي هي بمعنى هل، بعديها الفاعل يا إما هي أو she أو it أو اسم مفرد أحمد علي إيمان سلمى ابتسام إلى آخره، بعديها عنا كلمة like، بعديها الأوبجكت، وما ننسى نحط علامة السؤال يا تاني. إذا عندنا does like بمعنى هل تحب أو هل تفضل، بنستخدمها مع الفاعل المفرد. تمام؟ أنا حطيت لك example عليهم. does she like tea؟ هل هي تحب مثلا الشاي؟ number two، does أحمد like apple juice؟ هل أحمد يحب عصير التفاح؟ number three، does it like milk؟ إنه هل هو يحب الحليب؟ هذا الجواب تاعه كيف بده يكون يا تاني؟ إما بيكون yes مثلا he does أو yes she does أو yet it does أو yes أحمد does. إذا بنحط yes وحسب الفاعل اللي بيكون عندنا مثلا she أو أحمد أو it أو علي إلى آخره، أو no بعديها she أو he أو إلى آخره وبنحط doesn't. طبعا ليش حطينا كلمة doesn't؟ حطينا not مع كلمة doesn't لأنها نفي، حطينا كلمة not لأنها نفي. تمام يا حبايبي يا تاني؟ إذا هاي هي قاعدتنا اليوم، كتير حلوة وبسيطة، اللي هي does like بمعنى هل تحب أو هل تفضل للمفرد. ادرسوا كتير منيح يا تاني، ديروا بالكم على حالكم. have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. goodbye.